نصون الأمانة وبدنا نصون الأمانة وثايرين ثايرين وثايرين ومعتصمين وثايرين ومعتصمين وثايرين ثايرين وعلى تاريخي ثايرين وعلى حقوقنا ثايرين وعلى حقوقنا ثايرين وعلى حقوقنا ثايرين وعلى حقوقنا ثايرين وعم الفاحم ثايرين عم الفاحم ثايرين. من خلال هذه المواقف، مواقف الرجولة ومواقف البطولة ومواقف الوفاء والانتماء لهذا البلد الطيب، الوفاء أيضا لكل أبنائنا الضحايا ولكل أهالينا الثكالى. نعم، أم الفحم تسطر من خلال هذه الفعاليات ومن خلال هذه المواقف تسطر صفحات رائعة في مواجهة العنف وأيضا في تحريك البلد كله وفي تنشيط الأهل كلهم من أجل أن نقف جميعا صفا واحدا، كلمة واحدة نطلقها جميعا أننا ضد الإجرام والمجرمين، وأننا لا ننام ولن ننام ولن نرتاح حتى نعرف حقيقة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة وكل الجرائم. فأحبتي، أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها الأبناء الشباب الأفاضل، حياكم الله جميعا. وأنا أقول وأكرر، نريد لمثل هذه الوقفات أن تزيد وأن تتنامى يوما بعد يوم، فعالية بعد فعالية. نريد لهذا الحضور أيضا أن يتنامى وأن نحتشد جميعا كلنا في موقف واحد في صف واحد، أننا نريد أن نعبر أن أم الفحم نعلنها أمانة في أعناقنا جميعا، لا للسلاح ولمن يحمل السلاح ولمن يتاجر في السلاح، السلاح الذي يقتل أبناءنا يقتل فلذات أكبادنا. نريد أن نقاطع كل من يتعامل بالسلاح وأن يطلق الرصاص في الأعراس في المناسبات وفي غيرها. نعم، كلها صرخات عبرنا عنها وما زلنا نعبر وسنبقى نعبر بأعلى صوتنا حتى بإذن الله نشكل ونصنع ونبني ثقافة جديدة وتربية جديدة وتاريخا جديدا في مدينتنا الحبيبة على كل مستويات أهلنا وأبنائنا. ثم أنوه وأقول، بناء على الكلمة التي ألقيتها في التظاهرة اللي كانت في منطقة الكينا، إخواني، أنا أوضح وأقولها بشكل واضح. نعم، أنا أطلقتها صرخة، صرخة اللي تعودنا أن نطلقها. صحيح كانت في صرخة غضب، ولكن ما خصصت أحدا ولا استثنيت أحدا في نفس الوقت، ونحن نقولها دائما، كلنا نتحمل المسؤولية، الكل مطالب أن يقف، الأحزاب، الحركات البلدية بكل أعضائها بكل تشكيلاتها، الأهل جميعا، الرجال، النساء، الكل مطالب أن يقف. ونحن عندما نطلب من أهلنا، وإن ارتفعت النبرات أحيانا وإن ارتفع الصوت أحيانا، المطلوب أن نتشارك جميعا، أن نتعاون جميعا في كل فعالية، سواء هنا في مثل هذه الوقفات أو في الخيمة.
الكل مطالب أحبتي أن يقف هذه الوقفات الرجولية البطولية الرائعة. فلذلك نطمع أيضا بالمزيد المزيد. وأنا هذه أجدها مناسبة إني أشكر كل إخواني طبعا في كل الحارات، وإحنا اليوم ختمناها في حارة الجبارين. نعم في كل الحارات، في المحاميد، في المحاجني، في الإقبالية، في الجبارين. بارك الله فيكم وفي كل من بذل أي جهد اللي نرى ملامحه ونرى آثاره ونرى بركاته في مثل هذه الفعاليات، في مثل هذه المواقف. ثم أيضا نطمع أن نلتقي وإياكم